وللمزيد حول تزايد الإعدامات في العراق بالتزامن مع دخول العديد في ظل الحالة المزرية للسجون بالتزامن مع دخول العيد عفوا في ظل الحالة المزرية للسجون الحكومية التي تخلف العديد من حالات الوفيات بين المعتقلين. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله. بداية، وكأنها شعيرة تقترب بها الحكومات، لماذا تتعمد السلطات في العراق تنفيذ أحكام الإعدام خلال مناسبات دينية بعينها مثلا عيد الأضحى المبارك؟ شكرا على الاستضافة، وهذا الموضوع مهم جدا. بالنسبة لحكومات الاحتلال المتعاقبة حقيقة منذ الاحتلال وحتى هذه الحكومة، حكومة الاحتلال التاسعة، دأبت هذه الحكومات على التنكيل بالشعب العراقي والنيل منه، ومن ضروب هذا التنكيل هو تنفيذ أحكام إعدام جائرة حقيقة. هذه الأحكام يعني بشهادة العالم أجمع أن هذه الأحكام جائرة، أحكام صادرة عن محاكمات سريعة تفتقر لأبسط مقومات العدالة. طبعا يزاد على ذلك أنه هذا يعني التنفيذ مثل هذه الأحكام خلال مناسبات دينية، هذا حقيقة دليل آخر على كون هذه الأحكام أحكام انتقامية لم يكن الهدف منها نهائيا تحقيق العدالة أو إنصاف البحايا أبدا، إنما هي أحكام انتقامية تطلق طبعا وحسب رغبات الجهات المتنفذة في العراق. طبعا الغرض منها لا شك أنه تأجيج البعد السياسي والعمل على تمزيق المجتمع العراقي. أحكام الإعدام التي تزايدت في الآونة الأخيرة، إلى أي مدى ترونها صادرة عن محاكمات شفافة وعادلة؟ بالضبط، يعني هذه أخي يعني المشكلة هذه هي، يعني لو نأتي حقيقة ليست فقط المحاكمة، منذ البداية الحكومات لم تتعامل بحسن نية مع المواطنين. هذه أولا. ثانيا، الإجراءات التعسفية تشوب جميع المراحل منذ الاعتقال، يجري الاعتقال من دون توجيه تهمة ومن دون يعني أمر بإلقاء القبض، وكذلك أثناء الاعتقال والتعامل مع المعتقلين، وهناك من يقتل أثناء الاعتقال حقيقة، ولدينا حالات بالمئات يعني نتكلم هنا. يزاد على ذلك أنه الإجراءات التعسفية كلها تكون صارخة أثناء التحقيق، وما يتعرض له المعتقلون من ضروب سوء المعاملة والتعذيب الشديد والوحشي والسادي الذي لا يمكن أن يكون الغرض منه الوقوف على الحقائق بقدر ما هو انتقام من هؤلاء وتنكيل بهم وإخضاعهم لظروف غير إنسانية لإخراجهم من الطور الإنساني. فمن هذه الأمور حتى المحاكمات بشهادة القضاة، حتى القضاة يشهدون على أنفسهم أنهم يعتمدون اعترافات زائفة انتزعت تحت التعذيب والتعذيب الوحشي. لماذا؟ لتنفيذ رغبة هذه الجهة أو تلك في الانتقام، ولا سيما من أبناء المحافظات المنكوبة الذين هم يعني أصبحوا ضحية حقيقة، والجميع تحت التهمة. نعم. الجميع متهم وإن ثبتت براءته. نعم. دكتور، طرق الموت كثيرة لدى من يقبض قبضته على الملفين الأمني والقضائي في العراق. السؤال،
لماذا ازدادت حالات الوفيات بين المعتقلين الذين أنهوا محكومياتهم وهم على وشك الحصول على إطلاق السراح؟ هذه يا أخي يعني والله هذا انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف المحلية والدولية. يعني اليوم احنا لدينا يوجد معتقلون تم الحكم بإطلاق سراحهم. نعم. اولا يؤجل هذا التنفيذ لأغراض الابتزاز والانتقام وما الى ذلك. ثانيا يكون الأمر ممنهج، يعني هنالك آلاف الحالات ولدينا في السجون، تفضلتم في التقرير أنه في سجن البصرة 5 أضعاف الطاقة الاستيعابية. يعني اليوم جميع المعتقلين هم تحت القتل التدريجي المفضي إلى الموت المحقق حقيقة. يعني هذا طبعا يطال الجميع، يطال جميع من هو معتقل طبعا، والتهمة هنا طبعا التي تتعلق بالإرهاب حصرا، لأنه يتم إخضاعهم لشتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة والانتقاص من الإنسانية، وهذا كله طبعا يضاف إلى سلب الحرية. هم يعني مسلوبو الحرية، لكن هذه لا تكتفي إدارات السجون بهذا الموضوع، إنما تمعن في التنكيل بهم وإخضاعهم لظروف حقيقة غير إنسانية نهائيا. نعم دكتور، أنت تعلم هنالك نسبة كبيرة من أبناء الشعب العراقي وشريحة واسعة من ذوي المعتقلين خصوصا ينتظرون إقرار قانون العفو العام الذي تماطل الأحزاب في إقراره. لنقل أنه يقر، هل سينهي المشكلة؟ هل سيشمل الكثير من المعتقلين أم ستكون هناك محاصصة وانتقائية حتى في هذا الأمر؟ أخي الكريم، يعني أنا يؤسفني الحقيقة، أنه الحقيقة مرة. أنا أقول لك أنه اللي تم القرار المحكمة في إطلاق سراحة لم يتم إطلاق سراحة ويتم التأجيل، وهذه طبعا حتى رئيس الجمهورية من زمن برهم صالح اعترف اعترافا يعني صريحا، أنه قال هنالك آلاف الحالات التي هي تم إطلاق الحكم بإطلاق سراحهم لكن لا يتم ذلك لأسباب طبعا معروفة. فهذا على من تمت المحكمة، هذه المحكمة على ما عليها من ملاحظات وما يشوبها من عيوب، ومع ذلك يكون القرار إطلاق السراح لكن لا يتم يعني الإفراج عنهم، لكن لا يتم إطلاق سراحهم. لماذا؟ لأنه لا يراد لهم ذلك. هؤلاء وضعوا يعني هؤلاء المسؤولون اليوم على هذا الملف لديهم رغبة في القتل، يعني رغبة جامحة حقيقة، يعني كأنهم أتوا ليقتلوا الناس قتلا بشعا وينتقموا من المجتمع، المجتمع كله طبعا بهذا الموضوع، والأسباب يطول شرحها حقيقة، يعني لا نريد الخوض فيها. دكتور، هنالك تصريح مضحك لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يعترف بوجود الكثير من المعتقلين دون توجيه تهم، رغم أنه هو نفسه من يصادق على أحكام الإعدام. يعني تصريحه هذا هل يعفيه عن المسؤولية؟ قطعا لا لا لا، غير معفي هو عن المسؤولية. والله يا أخي هذه الدماء يعني كلها في رقبة من جاء يحكم العراق باسم الديمقراطية الزائفة والحرية الزائفة، وهذه الأمور التي جاءوا بها، وطبعا الغرض منها هو نهب ثروات البلد والمال العام وما إلى ذلك، والكل شركاء. يعني إن لم يكونوا طارئين فهم شهود زور حقيقة.
على ما يجري في العراق من نعم. مآسي وكوارث على جميع المستويات، ولا سيما على هذه الفئة المجتمعية الضعيفة التي حقيقة يعني مثل ما ذكرت أنهم تحت القتل التدريجي المفضي إلى الموت المحقق. مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن العاني، كنت معنا عبر الهاتف في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.